كابتن ناصر عباس المراقب والمحاضر الدولي. يا كابتن ناصر ازاي حضرتك يا فندم؟ تحياتي لك يا اسلام وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. ايه الاخبار من وجهه نظرك كلام كابتن عصام عبد الفتاح؟ ما اعرفش حضرتك سمعته ولا لا الفيديو، ولكن كلام كابتن عصام عبد الفتاح يعني انا شايفه ان هو كلام غير منطقي، ما اعرفش راي حضرتك ايه في هذا الامر. كابتن اسلام اولا بحييك جدا جدا، انت فصلت تماما ما بين الشخصيه لا طبعا واحترام الاخرين، ده شيء مهم جدا جدا وبحييك عليه دايما دايما. يعني الحته دي انت بتراعيها كويس قوي، احنا كل الناس بنحترمها وبنقدرها، ولكن لما نيجي في الشغل بقى كابتن يا كابتن اسلام، بدايه هسال بس كابتن عصام حاجه مهمه جدا. اتفضل. لو لا قدر الله الحكام ديت لم توفق في البطوله يا كابتن اسلام، كنت هتطلع تقول يا كابتن عصام ان الحكام دي من نتاج عملك ولا كنت هتقول ان لجنه الحكام الحاليه هي السبب؟ كنت هتقول لجنة، كنت انا هرد هقول لك لو حضرتك بتسالني انا كرئيس لجنه حكام مثلا، يعني كنت هقول لك لا يا كابتن ناصر، لجنه الحكام الحاليه هي لجنه فاشله وهي السبب فيما وصل اليه شكل التحكيم المصري. هو ده كابتن اسلام، ده مربط الفرس زي ما بنقول. النجاح مش عاوزين ان اي حد يعني ياخد النجاح لنفسه. انا اولا انا موجود في لجنه الحكام من 2012 ل 2019، اشتغلت انا وعصام يمكن اول 3 4 سنين شغل، يمكن افضل شغل اتعمل لكابتن اسلام على مدار التحكيم في مصر من 2013 ل 2017. نتاج عملنا مش انا لوحدي ولا عصام لوحده، كان هناك سيد مراد، مجدي رزق، حمد القاضي، احمد ابو العيله، احنا لسه قايلين الاسماء كلها. عجب حاجه كلنا لجنه اشتغلنا، عصام ما اشتغلش لوحده، مش هقول لجنه ناصر عباس ولا عصام عبد الفتاح، هناك جمال غندور القيمه والقامه الكبيره كان موجود اشتغل، احمد الشناوي اشتغل، كل هؤلاء الرموز اللي هو عصام سام اشتغل. اذا اللي بيحصل يا كابتن اسلام ايه؟ هؤلاء الحكام من 10 سنين احنا بنشتغل معاهم. اذا لما انا اطلع اخش مداخله واقول ان دولت ولادي وان كنتوا رديتوا الحق ليا وانتوا رجعتوا لي مش عارف الظلم والكلام ده، كان طبعا كلام ليس له اساس من الصحه يا كابتن عصام. كابتن عصام انت ظلمت نفسك، ما حدش ظلمك. وانا هنا في قناه الاهلي بتكلم مش عشان في قناه الاهلي. معلش يا كابتن ناصر، بما ان حضرتك انا ممكن، لكن بما ان حضرتك جبت سيره الكابتن عصام، كابتن عصام عبد الفتاح له الحق في الرد على كل هذا الكلام وكل هذه الامور من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، واحنا يعني خلي بال حضراتكم زي ما قلت، يعني انا لو شفت كابتن عصام انا بسلم على كابتن عصام بمنتهى الاحترام والادب والاخلاق، لانه رجل محترم وعمره ما كان بيقابل حد بشكل وحش. دي ملهاش علاقه باللي انا بقوله، ملهاش علاقه بادائه الوظيفي كرئيس للجنه الحكام. عشان كده هنا انا هنا بتكلم بقول انه كابتن عصام بره الشخصيه لا، عندك اخطاء كبيره جدا وكثيره جدا، والنجاح ده اذا كان هناك نجاح وهو بالفعل موجود شفناه في كاس الامم الافريقيه، اعتقد ان هو يجب ان ينسب لكل الحكام المصريين او رؤساء لجنه الحكام المصريين واعضائها خلال الفتره السابقه. كابتن اسلام، في نقطه مهمه جدا، هنتكلم على رئيس لجنه الحكام في الاتحاد الانجليزي وهو حكم كبير هوارد ويب، اللي ادار كاس عالم، نهائي كاس عالم، وادار أكتر من نهائي دوري الأبطال. وفترة الأخيرة يمكن هارد ويب رئيس لجنة الحكام كان بيطلع، كابتن إسلام أنت أكيد متابع كويس قوي قوي، كانت هناك أخطاء تحكيمية في الدوري الإنجليزي. مفيش تحكيم بدون أخطاء يا كابتن إسلام. وكان كرئيس لجنة كان بيطلع بيشرح الأخطاء وبيقول إن هناك أخطاء وبيطلع يقول الكلام ده بكل شفافية قدام الناس كلها، مفيش أي مشكلة. ولكن كابتن عصام أنا برضك يعني في نقطة مهمة جدا، كابتن عصام أنت كنت رئيس لجنة الحكام وللاسف يعني كانت الاخطاء بتحدث وانت كنت بتطلع تبرر الاخطاء وتقول ان مفيش اخطاء. دي من ضمن الامور اللي يمكن يعني كانت مشكله. المشكله الثانيه والسؤال ايضا للكابتن عصام، هو مين اللي جاب الخبير الاجنبي يا كابتن اسلام؟ هو احنا اللي جبناه ولا اتحاد الكره اللي جاب الخبير الاجنبي؟ الخبير الاجنبي جه بعد المشاكل التحكيميه اللي حدثت في الفتره الاخيره، شفنا جلاتنبرج وشفنا يعني اللي جاب الخبير الاجنبي يا كابتن عصام هو انت. احنا عندنا رموز يا كابتن اسلام على فكره كبيره جدا جدا. لا ده حقيقي، وخلي بالك كابتن عصام من الرموز برضه، ولكن طبعا طبعا قد يكون هناك بعض يعني كابتن عصام عندما كان رئيسا، وجهه نظري برضه ما اعرفش حضرتك صحح لي، حضرتك ادرى مني، في اوقات اخرى غير اللي فاتت دي على طول كابتن عصام عبد الفتاح كان يعني بيدير لجنة الحكام قبل كده بشكل جيد، ولكن الفترة الأخيرة دي لم يكن موفقا في حاجات كتيرة جدا. بالظبط، هو النهاية كابتن عصام يا كابتن اسلام بتقول ايه؟ احنا يا جماعة احنا يعني النجاح لكل الحكام، الحكام اشتغلت على نفسها، أولا الحكام دي حكام النهاردة بتتعامل مع الاتحاد الدولي
ومع الاتحاد الافريقي، يعني مش بتتعامل مع لجنه حكام مصر بس يا كابتن اسلام، دي في برامج بيشتغلوا عليها وفي تطوير بيشتغل من الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، هم اشتغلوا على نفسهم واجادوا، ولجان سابقه اشتغلت معاهم. النهارده احنا بنتكلم على التحكيم المصري. بنتكلم على لجنه حكام حاليه يا كابتن اسلام، فنتمنى ان يبقى في استقرار. وزي ما قلت تاني احنا الامور ماشيه بشكل كويس من وجهه نظري، وان هناك عداله. يعني ما بتكلمش على الناحيه الفنيه، انا بتكلم على العداله التحكيميه اللي موجوده في اللجنه، ان الحكام كلها بتاخد حقها. يمكن الحكام الدوليين، وانا بقول اهو من خلال برنامج حضرتك، يمكن اشتكوا في الفتره الاخيره من ان هم ما بيلعبوش يا كابتن اسلام، وده من حقهم. يعني الحكم الدولي النهارده ما ينفعش ان هو يلعب العدد اللي بيلعبه الحكم الدرجه الاولى. من خلال البرنامج احنا بنحط وجهات النظر بتاعتنا، وانا متاكد تماما ان لجنه الحكام بتسمعنا وفيتور بيريرا بيسمعنا. هم اشتكوا من نقطه ان هم المباريات اللي هم بيلعبوها قليله بالقياس بالمباريات اللي هي بتتلعب في الدوريات الاخرى، على اساس ان هم عندهم بطولات بره. يعني حضرتك هنا بتتكلم على الحكام الدوليين فقط. بالظبط. فبنقول هي دي نقطه مهمه، لان الدوليين دايما لابد انك انت تميزهم في عدد المباريات وفي اهميه المباراه يا كابتن اسلام. اوكي. لانك انت بتظهرهم هنا في الدوري المصري، طيب. لان هم بيطلعوا في طيب. الدورات الاخرى بيعملوا مباريات كويسه. يعني نتمنى ان الامور دي تعدي. وكابتن عصام من فضلك، كلنا بنحبك وانت شخصيه محترمه وكل حاجه، ولكن يعني الامور تحتاج من وجهه نظري ودي حاجه بقولها لحضرتك يا كابتن عصام، الامور تحتاج الى الصمت قليلا خلال الفتره القادمه من حضرتك. طيب كابتن ناصر، اخيرا هل عندك خبر من سيحكم مباراه الاهلي والزمالك في السعوديه في كاس مصر؟ انا كاس اخر مصر؟ مره كنا في الاحتفال كابتن اسلام، اتكلمت مع الكابتن محمد فاروق. اوكي. وهم كلهم على قرار واحد ان في طاقم تحكيم هيكون موجود في المباراه، طاقم تحكيم مصري. بعض المواقع قالت ان في اجنبي جاي، لا الكلام ده مش موجود. اوكي. وهم حريصين ان هم يحطوا طاقم تحكيم مصري من المجموعه اللي كانت موجوده في بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله. يستحقوا. ان شاء الله باذن الله، اتمنى ان شاء الله يكون توفيق يا كابتن اسلام. مهم جدا جدا هذه المباراه الكبيره، دايما لما ياخدها طاقم تحكيم مصري وينجح. طيب. دي مش بتسمع بس عندنا، لا بتسمع في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس، المراقب والمحاضر التحكيم.